إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من أحكام عشر ذي الحجة هما أعدن هما رترن دونما ذي الحجة من زبر درون الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أيام فاضلة يما بريم يو عشر ذي الحجة إيدي يما فدلان كرة أي سكشا فدلات دليل عيش نريسون لأن فيها سورة يما مي وشما ديدن يوم التروية يميدي يم أسكوكن تاو ذي الحجة أري ما كر يوم عرفة يمبي يم نارة يوم النحر يمبي شما يم دون كن يوم يم دوشلان نغمري إيد الأضحى سارتين. ولأن الله عز وجل كمن در أقسم بها شلن كاشجو فقال والفجر وليال عشر كمن دين قيون. قال ابن عباس نيون عشر الأضحى ميودن لاي ميويم ميوبري مار شما كمن شلن كاشجونا دون. أخرجه الحاكم وهو قول أكثر المفسرين ما لما تفسير ينقوصه ليال عشر دي شما عشر ذي الحجة در لجا كرو أوسك شافة دلاتنا دي دليلان زيلان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بران دي قال ما من أيام فيما العمل الصالح كند صالح دي فيها سرند أحب إلى الله على انتران الولزي دي تور على انتران الانتا من هذه الأيام يما أدي الولزي يعني العشر أيام العشر إمام والد. أخرجه بعض أصحاب السنن. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله كانوا ولدنا عثمان النهدي يقول جن كانوا ولدنا يفضلون فضل زين وزين برتود ثلاث عشرات مواية كأدى فضل زين العشر الأول من ذي الحجة من زبر يدي فضل زين والعشر الأواخر من شهر رمضان يم بني ميود ريما كاودو ميود ريما رمضان يأدي فضل عرصتنا والعشر الأول من المحرم محرم كاونزو ميود ريما أدي فضل عرصتنا. أخرجه قوام السنة الأصبهاني في الترغيب والترحيب. وقال العلامة العثيمين رحمه الله سيدنا محمد بن صالح العثيمين وينبغي سندنا لطلاب العلم أم المكرتوسر أم المماتوسر أن يبثوا ترتد الوعي بين الناس كتأمص فانتدا ترزا في فضائل هذه الأيام العشر فدلاد يمام أدي دانا ما أدى أمس ودر ترتد إتنتود زور سندنا أيرا لأن الناس عنها غافلون أمس رنقوس وشرنجس كتا وبفضلها فدلان ذر الجاهلون جاهل دانا سنديون يولي أبي سولي الشرات يمار وشمار يشرع في عشر ذي الحجة يمود شرتنا الإكثار من العمل الصالح عموما كل صالح من قل له صو ركتم له ترشان جوتور ترانا ومما أدن يتأكد فيها شران برشاجين دنازين دي كن بريد شما صيام صوم ما عدا يوم العيد يما دون ميو شمارن يم إديرن غرون أشام زمتر زورو ترانا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بران يري يصوم والجي يصوم زمجن تسعة ذي الحجة يم لارد زمجن والجي ذي الحجة لارد زمتمر والجي ويوم عاشوراء زمجن وثلاثة أيام من كل شهر كنت وصن يقزمجن أول اثنين من الشهر والخميس. أخرجه أبو داود. ويتأكد الجنازين صوم يوم عرفة مدى يوم عرفة إذا جنازين أكثر من غيره شن قريد ما كم ذو قزنر الجنازين. قال دليل ذا قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يوم عرفة زمتار أحتسب على الله ألا أنت مغنى أن يكفر السنة التي قبله يمدن ميوبريدا بيودن أحتسب تمغنى أن الله كمان على الله ألا أن يكفر كوكشن السنة التي قبله سادن بيو سادن شن برون دمر على جورجن تمغنى والسنة التي بعدها سادن شن جون دمر على جورجن تمغنى. أخرجه مسلم.
كندي مد الحج والعمرة حج يا عمرة سرندورو كرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه بني الإسلام على خمس. الإسلام دا أولا قرته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ألان قرن ألا قد برشتا ألان قرن كما قد جرين أبت ما برشتا وأن محمد رسول الله كنجم ألا كنجم درشتا وبرا ديرك كنجم درشتا وإقام الصلاة صلى الله كبتدا وإيتاء الزكاة زكاة كنجوا والحج حجا وصوم رمضان رمضان زمتا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الحج المبرور حج دون مبرور لمن محلل أبتوبتو متين درو ديما أدي ليس له شرب جزاء جذب إلا الجنة زنة نياي وغير جذر ونرى كما ديتين وباور زنة لشماء ودون فندي منه. متفق عليه. كن أدي ما أدون كنتو أدي ميوندد الحجة دين أو شرطنا دي لان. قال الأضحية لا يدوات. قال صلى الله عليه وسلم يرو من كان له كم شرو وزنر ساعة شرو فرقت بجر ولم يضح لا يدوى ذيما فلا يقربن مصلانا وليس على رمجر الكرنزية. كم شرو رقت دون لا يدوى تنادو لا يدوى ترو وزنر ولي مسجد دي رئيس الكرنزية نالي سلائر. أخرجه ابن ماجة وأحمد. وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم رؤيا هلال ذي الحجة كنتو ذي الحجة إذا رؤيا نتنقيم عليه وأراد سرايا أحدكم فلدوي أن يضحي لا أدوى جاء سرانا ما فليمسك شير وتدي عن شعره كلان ذكمت أو قربت وظافره فرمن ذكمت روت أي إلى أن يذبح أضحيته كولاد اللوكت دواجين سوتنا صرو ودي كلان ذي قربسي ودي أدي ما فرمن ذي كمزي أدم يعود أنه عشر ذي الحجة رقايا كلام قرمو من فرمين كمو من ذي الحجة رقايا أدي شوهم ذو أدم الإنفاق في وجوه البر فسكاتي تينان أدم نبقى ديودو دلين ذي قال صلى الله عليه وسلم يرو ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله هذا ولا الجهاد في سبيل الله ولكر ولا ننقيمة. قال ولا الجهاد في سبيل الله ولكر ولا ننقيمة. قال إلا رجل سيقول خرج تلو بنفسه نسكن ذا وماله لمن ذا سوغوز كرر جهات تلو يا فلم يرجع من ذلك بشيء أبي ما قد والتي ما أرديا أو شخص فكالجن مربعون. أخرجه بعض أصحاب السنن. أريما ذكر الله عز وجل سؤالي يرتر من التكبير كوريا والتهليل تهليل لا إله إلا الله والتحميد الحمد لله وقراءة القرآن لران كرتا وغير ذلك أوارن قرو شنقور جدي. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم يرتر فأكثروا فيهن شرنقون أي في هذه العشر ميوذي الحجة ألا من التهليل التهليل والتكبير كوريا والتحميد تحميد أنقور شديو. أخرجه أحمد شتتبنا. وقال صلى الله عليه وسلم برانير خير الدعاء دعاء يوم عرفة مدى ينقلوا دشما مدى يم عرفة يدي وخير ما قلت أنا والنبيون من بعد من قبلي أووي قلنا خيرا زي النبيون قرن كذنا قلنا ينقلوا ذر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أرش ما وينقلوا ذر. أخرجه الترمذي. ما أودنا يشرع شرتنا من الذبح دولا أودنا شرتنا ما الهدي هدية الأضحية لا يا أودن دبلا فوت أنواع دون الدواين أو شرطنا ما رأي سو هدية أري ملايا أري معقيقة الهدي هدي أري يجب الهدي هدي أري واجب تين على الحاج المتمتع كم حاج متمتع يوما والقيران قيران يوما والقارن قيران يوما صرو هدي أري واجب تين. وأما غيره ما سنين قرندو فيسن فيه حق في حقه الهدي سنتنا حق ذن هدي هذا كنت ويشرع شرتنا للحاج كم حج مره أن يعقل كمبول من هدي أنزل كمبوا ويشرج السنة ويتصدق صدق على فقراء الحرم تلام حرم يدور دقيقة بسر صدق سر شرتنا. الأضحية لا يد سنة مؤكدة سنة مؤكدة لنكرة في حق كل مسلم حق مسلم يوصون سنة لنكرة مؤكدة.
ولا ينبغي للمسلم القادر عليها أن يدعها كم دون شاد واترك سنادنا سندي دي أقول تدو لقوله قول صلى الله عليه وسلم يقولنا ننقدره من كان له ساعة كم دون شرو عليه فرق سنما ولم يضحي لا دو ذيما فلا يقربن مصلانا ولسال الأمدية سأل إذا كان ذي يقولنا ننقدره أخرجه أحمد أخرجه ابن ماجه وأحمد أريما دو أواد دو شرطنا الآن العقيقة سنة مؤكدة دبر عقيقة يدي دو أدن عقيقة ترى تمنا نعكر أو فيرو تم كموس ترى تمنا نعكر أو فيرو تمنا نعكر دو أتين يوم السابع عليه سنة مؤكدة في حق الأب حق أوين سنة مؤكدة أو من يقوم مقامه أو كم دن دترم بعدين دجن ديكلن دو أتير سنة مؤكدة لنكرة عن كل من نفخت فيه الروح كم دون شر الروح فتونا صويك لن دعتر حكي لن أو حكي باي لن كرا ولو خرج ميتا ولو ربط لورا ولو نعي دعتر حكي ذنا ويشرع شرعتنا أن تكون ولتر شاتين عن الغلام ترى ولنا ما دبا دي مقلارو اندي دعتين فرر ولنا ما وشات وشات واحدة عن الجارية فرر ولنا ما أنقل رفل بواتي يشترط شرطتنا في الأضحية لا يلد والهدي هدي لا هدي والعقيقة حقيقة دواتا سمسون أواد ودباش ما دي شرط أمرتنا أن تكون ولد من بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام دباد بهيمة الأنعام درود سيما وهي شماء الإبل كريمها والبقر فيا والغنم كيا أري ما كنين دي مدي أري ما قد جاوزت السن المطلوب فلا يجوز إلا الجذع سن دون مطلوب دا كوزنا روز سن دون مطلوب دي ستك ستنا روز فلا يجوز جشن بدا إلا أن تكون أولونا نيا الجذع من الضان كلمة ديملا نولونا ما الضان وهو شما ما تم له نصف سنة كنتو أرق كوزنا روز أري ما الثني من غيره ديمن قرون أولونا ما الثني ثني لشما وهو في الإبل كلمه كلمه لأن ما له خمس سنين كلمه دوان من نرمين أولونا كلمه رساؤو ستنار ورز وفي البقر فيلا دين ما له شاتا سنتان سنزندي ستنار ورز أري ما كير أولونا ما له سنة ساس ستنار ورز أري ما سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء من الإجزاء دبر دون من آيو دون شاد دواتيرو دبتين مارين دبكتر روتن تليونر وجه أخرجه الخمسة عنه صلى الله عليه وسلم أربعا لا تجوز في الأضاحي قلتنا نقدر كن جاي مالي أوادي والي دباجر دي والي لين دواتيرو سنجاجو شمبا شما العوراء البين عورها شدن شمفل نم شمفل تتوب بيندنا أري ما كندي مدي والمريضة البين مرضها شلون دندي نم دندي ذريبيتي فرق وزنا شالا يردوا تنبا والعرجاء شلون نمقردي البين ضلعها تنقرستن ذر دورة فيتنا بردل سلون عرشي لا يردوا تنبا أري ما ولا حقكر ولا دائر ولا هدي يردوا تنبا أري ما كندي مدي والكبيرة التي لا تنقي شلون تتوك بردد ذنا عرشي دوا تنبا داود نزين فتو ما تنا شرائي ما دنا عرشي ما دوا تنبا وينبغي أن تكون والتر كريمة كريمة روز كاملة الصفات سفان سمسة تنبولنا روز وكلما كانت أكمل سفر تنبولو كذب كذنا وصره فهي أحب إلى الله شمزور على انترانه وأعظم لأجرها أجر صاحبها كمقوى كم دن نرتمى أو دواتمى لأجر شمزور كملتمى وقال جابر سينا جابر نحرنا النرني مع النبي صلى الله عليه وسلم يرقن عام الهديبية سا هديبية البدنة كلمه دا عن سبعة أم تلر نرني والبقرة فيا دواني دواني عن سبعة أم تلر داينار مثال ننقلار يوم أو في يوم دواني منه لنا ما فيدي ني إندي أكل توجستنا يأكل تلر شما تنزو تلر دو سبتو في دوان كلتو دوان ويندي تسنا ني تلر كلتو كلمة يود كلمة نرنو لا يرشا نرنو ويندي جسنا أما سيدي نقرر جشنبا
أريما يشرع شرطنا في اليوم السابع من الولادة أريما عقيقة شما يمدن ترى تنبيا يم كن تلور ميار ترى تنبيا كوفل إندي أكدي أو أرك يم تلور لاير داي دواتي مثال ترى لم زما كتمبر ولا ما داي لم يسوا دواتي داي زمار انتي زمار كوفل سبد كاوين دي لا دي يك لترين ديو تلاو أو لا رفا أراك دايلا ميسو شما يمي تلورو دا يمشي مالن دا ينقل عرب دواتين تدار أولون ما اندي دواتين فرر أولون ما أفل دواتين فإذا ولد يوم السبت ذبحت يوم الجمعة ومثال لو مالي ميشنو كسا ترر سم زماء كتنبور أولون سبدا كتنبور أولون ما ذبحت يوم الجمعة يم زماء دا يدبدا دواتين قبل أي قبل مثل يوم الولادة بيوم كاودون يم دونو تنبنا دا كافل كتن باران دواتين تسمية الولد سدى ترى دا بوتر ما لم يكن الاسم قد هوي له من قبل كاودو درو سترى دا دورتي من برون ما داي دورتي ما سترى دا او سورو كوين ني رول ما داي كاودو درو دورين يمي تولر ربوني اما كرو ششر تشيني سي يمي تولر دغيا ترى دا سو بوتين بارنغي لا لا ترى دا تمنا كل رانا سو بوني جستنا ني انا ما حلق الراس كلاكمت وهذا خاص على التنصب بالغلام الذكر تركون غارو أريما التصدق سدكتر بوزن الشعر وزن دون قندري دو كمتنا دي دي فضة نوليولا سدكتر جسنا أريما وهذا أريما خاص تنصب بالذكر كونغا تبعا للحلاق ننقدرو دا يجكر قلو قلنا مقادة أنجر سر تلترو جينا دا على أنجر وفسا كمان ديالا دا أنجر وفسا كمان ديالا ربي إما أدن نميو بوري وقلتنا ما هذا الحجة أدن على كمان دي أنجر كناسا مورا أنجر سر على ريوان زبي على أمد قرابة جيري أنجر بروسانا أقابسا على أنجر نلفا حال إيمانيا حال نجلان أنجر سوسا على كوسيا برازا على أنجر شم دوران نتشي على كوسيا إلم وبرا دينا ليراسون في رجل ماتشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.